الضريبة على الثروة إجراء لطالما حرصت الحكومة على تطبيقه منذ إدراجه سنة 93 900 ألف، لكن العائدات ظلت جد ضعيفة بسبب ضعف نسبة التحصيل. مشروع قانون المالية 2020 يقترح تدعيم الرسوم على الثروة والممتلكات بحسب مؤشرات الثراء، على أمل تحصيل نحو 30 مليار دينار جزائري للخزينة العمومية. ضريبة على الثروة هي ضريبة إذن ستنامبو ليخلصوا عدد معين من المواطنين. شكون هاد المواطنين؟ مواطنين اللي أموالهم وممتلكاتهم تتجاوز 100 مليون دينار، 100 مليون دينار حتى مستوى 750 مليون دينار، بمعنى فوق 10 ملاير وحتى 75 مليار. نسبة الضرائب تتراوح ما بين 1 و3% والتي ستفرض على هذه الأموال. ما قدمته وزارة المالية هي أنها ترتقب حوالي 30 مليار دينار كمداخيل لهذه الضريبة. الاقتراح الضريبي الجديد سيصطدم بالإزدواجية الضريبية المفروضة أصلا على العقارات، ما يستدعي تعديلات قانونية مع ضرورة إضفاء الرقمنة على النظام المصرفي لإنجاح تحصيل الضريبة حسب مختصين. عدم إضفاء الرقمنة على النظام المصرفي كله راح يكون من بين أكبر العوائق اللي راح تخلي هذه الضريبة ما تكونش عندها النجاح المرتقب، ولكن هذه الضريبة كبقية الضرائب الأخرى لازم تمر بمراحل صعبة، ولكن يمكن أن تؤسس إلى بداية العمل حتى تعالج من الأمراض الاجتماعية والضريبية والمالية. هذه الضريبة تشكل ازدواج ضريبي إذا تم فيه الإبقاء على الضريبة لامبوسيو الباتريمون. يجب على الأقل تعديل القانون الذي يفرض الضريبة على الباتريمون. بعد اقتراحها في قانون المالية 2018 وإسقاطها من لجنة المالية بالبرلمان، ها هي الضريبة على الثروة تعود من جديد، ويبقى تطبيقها من عدمه متوقفا على ما ستفرزه مناقشة مشروع القانون داخل قبة مبنى زيغود يوسف.